دلوقتي خلاص انا عرفت ان انا في عندي ماتريكس اسمها الجاكوبيان، بس انا لسه ما عرفتش هي ازاي اقدر احسبها. هي المسؤوله عن انها توجد لي العلاقه ما بين الاند افكتور فيلوسيتيز اللي انا سميتها الزيتا اللي هو الحاجه ديت، وما بين الاند افكتور الجوينت فيلوسيتيز اللي هي الكيو دوت، ايا كان بقى هي شكلها ايه كيو دوت ديت، يعني 6 1 6 2 والفضلات بتاعتهم، او لو هي بريزماتيك جوينتس، ايا كان الوضع عامل ازاي. انا دلوقتي بصدد ان انا اكتشف الجاكوبيان ماتريكس ديت بتتكون من ايه، او الجاكوبيان ده بصفه عامه بيتكون من ايه. انا ما اعرفش برده لحد اللحظه دي هو ماتريكس ولا لا، ولو ان هو ماتريكس طبعا، بس انا اقصد اقول في المعلومات البسيطه اللي عندي دي. الجوينت سبيس بتاعتي فيلوسيتيز اللي هي الكيو دوت، الدايمنشنز بتاعتها على حسب عدد الان اللي موجود عندي. يعني لو انا عندي 4 ديجري اوف فريدم روبوت، فانا عندي 4 فاريبلز اللي هم ايا كان بقى، هو كيو 1 دوت، كيو 2 دوت، وكيو 3 دوت، وكيو 4 دوت. فده هيبقى فيكتور الدايمنشنز بتاعته ان اللي هم 4 في 1، يبقى هي 4 في 1. طب الزيتا، الزيتا قولا واحدا هي عباره عن لينير فيلوسيتي والانجلر فيلوسيتي بتاعه اي روبوت. اللينير فيلوسيتي احنا عارفين هي اكس دوت وواي دوت وزد دوت، الانجلر فيلوسيتيز اللي هي الاوميجا اكس والاوميجا واي والاوميجا زد، ماشي؟ يبقى هي دي عباره عن فيكتور 6 في 1. لغايه دلوقتي اللي انا يهمني ان تعرفوه في السلايد دي ان الزيتا دوت ده كفيكتور بينقسم لنصين، النص الاولاني اللي هو ال v n to 0 اللي انا بسميه اللينير فيلوسيتيز، والجزء الثاني اللي هو الاوميجا n to 0 اللي انا بسميه الانجلر فيلوسيتيز. ليه to 0؟ لان الجاكوبيان، يعني اللي هيشتغل منكم، او انا اتمنى طبعا انتم كلكم تشتغلوا على الماتلاب تول بوكس، اللي بيشتغل الماتلاب تول بوكس هيكتشف ان الجاكوبيان ده انت ممكن تحسبه with respect to reference frame اللي هو الزيرو، وفي ناس بتجيب الجاكوبيان عند الاند افكتور. طبعا هو الكومن والاشهر ان انت تحسبه عند اللي هو ريفرنس فريم، فعشان كده احنا بنحسب السرعات كلها منسوبه سواء كانت خطيه او دورانيه، بنحسبها منسوبه للريفرنس فريم اللي هو زيرو. دلوقتي زي ما قلت لكم احنا عاوزين نتعرف على كل فيكتور من دول مكوناته ايه. الزيتا مكوناتها زي ما قلنا اكس دوت واي دوت زد دوت والاوميجا اكس اوميجا واي اوميجا زد. لو افترضنا ان انت بتتكلم عن بلانر مانيبليتور، يعني ما بيتحركش مثلا في الزد او ما بيلفش في الزد، الكومبوننت اللي انت هتلاقيها مفقوده بتحط مكانها صفر، انما ما بتشيلهاش، لان الفيكتور ده لازم يفضل دائما وابدا الدايمنشنز بتاعته 6 في 1. طب الكيو دوت، الكيو دوت ممكن تاخد اي طول، يعني مش فارق معايا ياخد 4 3 2 5 6، واخد اي دايمنشن، لان هي عدد الديجري اوف فريدم بتاعه الروبوت. وبما ان الروبوت هو حر في عدد الديجري اوف فريدم بتاعته، فالكيو دوت بتاعتي هي كمان ممكن تاخد اي رقم، بس هي فيكتور، فبالتالي هي ان في 1 لان هي هتفضل دايما فيكتور. ودي امثله لاشكال مختلفه للكيو دوت. هنا لو الكيو دوت بتاعتي عباره عن 6 1 دوت 6 2 دوت 6 3 دوت، لو هو ار ار ار، لو هو ار ار بي بي اللي هو 2 ار و2 بي، يبقى عباره عن 2 ستات 6 1 و6 2 دوت، ودي 3 دوت ودي 4 دوت، ولو هو ار بي بي يبقى ده فيكتور 3 في 1 اند سو اون. طيب دلوقتي بقى الماتريكس اللي بتربط الاثنين دولت ببعض ايه؟ انت بتقول ان الزيتا بتساوي حاجة مضروبة في الكيو دوت. فلو كانت الزيتا هي عبارة عن 6 في 1 فيكتور 6 في 1، والكيو دوت هي عبارة عن فيكتور 6 في ان، اذا الحاجة اللي بتربط ما بين الاتنين هي ماتريكس 6 في ان. اسفة. فدايما الجاكوبيان ماتريكس هو عبارة عن ماتريكس 6 في ان. طبعا الحالة الجميلة اللي بتبقى حلوة في الحسابات هي الماتريكس اللي هي السكوير، انه تطلع 6 في 6، بس هي حرة تبقى أي ماتريكس بأي دايمنشنز موجودة. يبقى لو أنت عندك الجاكوبيان وضربته في الفيلوسيتيز بتاعة الجوينت سبيس اللي هي الكيو دوت، هتقدر تجيب الفيلوسيتيز بتاعة الإند إفكتور. طيب ولو أنت عندك الفيلوسيتيز بتاعة الإند إفكتور وعاوز تعرف السرعات بتاعة الجوينتس، يبقى هتضرب في الإنفرس جاكوبيان، وهناخدها برضو في مثال بالتفصيل. المهم إن برضو الجاكوبيان بتاعي هو نفسه كمصفوفة، يعني ماتريكس مقسوم لنصين، النص الأولاني بسميه اللي هو الجي في، اللي هو يعني بيرفير لي اللينير فيلوسيتي جاكوبيان بارت، والجزء الثاني جي أوميجا اللي هو الأنجلر جاكوبيان بارت. يعني الجاكوبيان ده لما هاجي هحسبه هيتحسب على مرحلتين، المرحلة الأولى إن أنا أجيب الجاكوبيان اللي بيجيب العلاقات بتاعت السرعات الخطية، والجاكوبيان الصغير الثاني اللي بيجيب العلاقات بتاعت السرعات الدورانية، هما الاثنين مع بعض الدايمنشنز بتاعتهم 6 في ان. طيب الجي في لوحده الدايمنشنز بتاعته تبقى ايه؟ مظبوط 3 في ان، والجي اوميجا 3 في ان. طبعا يعني لو انت عندك وليكن
زي المثال اللي تحت ده جاكوبيان سيتا 1 دوت سيتا 2 دوت سيتا 3 دوت حد ايه سيتا ان مثلا يعني. فالجي اوميجا بتاعتي هي عباره عن ده عدد الصفوف 3 مفيش شك، لان الصف ده اوميجا اس وده صف الاوميجا واي وده صف الاوميجا زد. بس الاختلاف في ايه؟ ان العواميد بتاعتي بتبقى على حسب عدد الفاريبلز اللي موجوده عندي. يعني ان شاء الله يا رب يكونوا 100 جوينت، انا ماليش دعوه، المهم انا هحط هنا عدد العواميد بتاعتي اللي هي ان، انما الصفوف ثابته 3. وبالنسبه للجي في نفس الحكايه. دلوقتي احنا بصدد نعرف ازاي اقدر احسب الجي في اللي هو اللينير جاكوبيان بارت والجي اوميجا اللي هو الانجولار جاكوبيان بارت. الاول بنبدا دايما باللينير جاكوبيان بارت على اساس ان هو يعني سهل وبسيط يعني، وبرده كذلك اللينير جاكوبيان بارت مش صعب يعني، بس يعني المفضل احنا نبدا بالانجولار بارت. الانجولار بارت زي ما اتفقنا هو 3 في ان. احسبه ازاي؟ عايز احسب السرعات بتاعه الجوينتس اللي عندي. قال لك الاول احنا دايما بنحسب السرعات بتاعه الجوينتس، لان لو جبت الجاكوبيان يبقى الحكايه مقدور عليها، يعني انت بتحسب الجاكوبيان وبعد كده بقى شوف الراجل ده عاوز منك ايه. والله لو اداك السرعات بتاعه الجوينتس اللي هي الكيو دوت ماشي، هتضربها في الجاكوبيان هتدي له السرعات بتاعه الاند افكتور. قال لك لا، ده انا مديك في المساله بتاعتك او في البرنامج بتاعك مديك السرعات بتاعه الاند افكتور، هضربه في الانفرس الجاكوبيان وهجيب الكيو دوت. المهم ان ايا كان الوضع انت مطلوب منك انك تجيب الجاكوبيان. هنبدا دلوقتي نشوف ازاي ممكن احسب النص التحتاني من الجاكوبيان اللي هو الانجلر جاكوبيان. انت عندك نوعين من الجوينتس، اما انها تكون بريزماتيك او انها تكون ريفوليوت. احنا اتفقنا ان الجاكوبيان او الانجلر جاكوبيان الجزء اللي تحت ده عباره عن مجموعه من العواميد، كل عمود بيمثل جوينت عندي. لو الجوينت دي بريزماتيك حط العمود ده 3 اصفار 0 0 0. طب ليه يا دكتور؟ لان الجاكوبيا البارت اللي هو البريزماتيك ما بيلفش، انت عندك ده بيعمل حركه خطيه. انت عمرك شفت بريزماتيك لينك بيلف؟ هو بيتحرك حركه خطيه، اما انه بيتحرك في اكس او بيتحرك في واي او بيتحرك في زد، لما هو عمره ما هيلف. فعشان كده انت بترتاح وبتحط 0 0 0. تخيل بقى معايا لما يجي لك مثلا كارتيزيان مانيبليتور اللي هو فيه 3 ار، هتلاقي دايما ان الجاكوبيان الانجولار بتاعه عباره عن ماتريكس 3 في 3 كله صفار. طب لو كانت ريفوليوت، يعني لو كان العمود اللي انا رايحه اجيب الجي اوميجا بتاعته كان ريفوليوت، احسبه ازاي؟ قال لك على حسب بقى، يعني لو هو الجوينت بتاعتك اسمها سيتا اي، فانت هتجيب الار اي ناقص 1 تو 0 مضروبه في 0 0 1. واحد يقول لي مش عارف حاجه، يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت مطلوب منك لو انت عاوز تجيب الجي اوميجا بتاعه الجوينت اللي اسمها سيتا 3 اللي هي الريفوليوت، انك تروح تجيب الروتيشن ماتريكس ار، هتشيل بقى الاي وتحط 3، يبقى تجيب الار 2 تو 0 ماشي، وتضربها في 0 0 1. طبعا الار 2 تو 0 ده تطلع ماتريكس 3 في 3، لما تضربها في فيكتور 0 0 1 يبقى اكنك بتاخد العمود الاخير منها. هنحل امثله على ده كتير المره دي ان شاء الله، مثال واحد بس المره الجايه تبقى فيه امثله كتيره، فهتلاقي ان الموضوع ده مهضوم ومفهوم كويس قوي ان شاء الله. فانت عندك الجزء ده اللي هو بتاع الروتيشن ماتريكس، انت مطلوب منك لكل جوينت عاوز تجيب الانجولار فيلوسيتي بتاعتها انك تجيب الروتيشن ماتريكس بتاعتها، الروتيشن ماتريكس بتاعت الفريم بتاعها. فالروتيشن ماتريكس دي هتضربها في 0 0 1 كعمود، يعني بمعنى ادق هتاخد العمود الاخير من الروتيشن ماتريكس. واحد يقول لي طب اشمعنى بضربها في 0 0 1 او انا اشمعنى باخد العمود الاخير؟ لان انت بتفرض دايما انت احنا خليك فاكر انا قلت لك احنا بنجيب الجاكوبيان with respect to الريفرنس فريم اللي هو زيرو. الريفرنس فريم زيرو ده دايما انت فارض ان محور الدوران بتاعك هو الزد ماشي، بغض النظر انت اللي بعد كده ايه، يعني جوينت 2 او 3 او 4 او جوينت ان محور الدوران بتاعها ايه، بس انت حولتها لريفرنس فريم. فالريفرنس فريم المحور الدوران بتاعه دايما هو الزد نود، علشان كده انت بتجيب الاول الماتريكس اللي بتنقل الفريم بتاع الجوينت من مكانها للزيرو، وبعد كده تاخد بقى اللي هو ايه العمود الاخير منها. تمام؟ طب وبعدين؟ بس يبقى انت كده هترص الموضوع ده في ماتريكس واحده. هنشوف ازاي. فده مثلا ده كده انا باكد عليك، يعني الصوره اللي طلعت ديت اللي بتاكد عليك ان دايما محور الدوران بتاعك انت بتفترض ان هو الزد بتاعتك. الجي اوميجا لو انت بقى عندك بريزماتيك جوينت هتروح تشوف مكانها فين، وليكن كانت البريزماتيك جوينت العمود الثالث، هي رقم 3 ففيها العمود الثالث، هتحط 3 اصفار تحت بعض.
طيب هفترض بقى ان الريفيو جوينت بتاعتك كانت العمود الخامس مثلا، يعني هتاخد يبقى الاي بتاعتك هي رقم الجوينت، لو الجوينت الخمسة يبقى الاي بخمسة، يبقى انت مطلوب منك انك تجيب الروتيشن ماتريكس اللي بتنقل من خمسة ناقص واحد تبقى اربعة، الروتيشن ماتريكس اللي اسمها ار اربعة زيرو، جيبها وتجيب الايه العمود الاخير منه. بيجي واحد يقول طب وانا هجيب الروتيشن ماتريكس منين؟ او المفروض ان طبعا السؤال ده ما يتسألش لان انت بتجيبها من الدي اتش، بس احنا هنحلها مع بعض وهنشوف ازاي اقدر اتعامل مع المسألة بمنتهى منتهى البساطة. انت ما بتزودش اي حاجة عن اللي انت خدته في الفورورد كيناماتكس الا ستيب واحدة. طيب كده عرفنا الجزء الاولاني من الجاكوبيان. الجزء بقى التاني اللي هو الجي في، اللي هو اللينير جاكوبيان، اجيبه منين؟ قال لك برضو نفس الحكاية، لو الجوينت بتاعتك دي بريزماتيك فانت هتجيب الروتيشن ماتريكس بتاعت الجوينت دي وخد العمود الاخير منها، هو ده العمود اللي بيعبر عن البوزيشن، السرعه بتاعه البريزماتيك جوينت. حلو قوي. طيب ولو هي ريفوليوت اعمل ايه؟ خليك فاكر ان اول سلايد انا قلت دايما ان السرعه الخطيه اللي هي الفي بتساوي الاوميجا في الار، فانت فوق اهو في السلايد قلت ان الاوميجا بتاعتك مش الجي اوميجا دي بتطلع لك السرعات اللي هي اوميجا اكس اوميجا واي واوميجا زد، بس بتاعت الجوينت دي، فالجزء ده كده كله هو ده الاوميجا، بغض النظر ان هو اوميجا 3 في 1 اللي هو اوميجا اكس اوميجا واي اوميجا زد، ده الاوميجا. هتاخد الاوميجا دي وهتحطها تحت هنا، فالحته دي الاوميجا، وده كان الار. الار ده اللي هو الفرق ما بين الاوريجين بتاع الفريم السابق بتاعك او الفريم بتاع الجوينت والاند افكتور فريم. هتعرف ازاي تحلها برضو بالتفصيل، تحسب ده وتحسب ده وتقوم حاططهم برضو في ماتريكس الواحده. واحد يقول لي ايه طب ما يا دكتور ما انا لو انا عارف البوزيشن، طب ما انا لو فضلته هجيب السرعه الخطيه. اقول لك كلام صحيح، علشان كده بنقول لك ان الطريقه الثانيه والاسهل والاشهر ان انت ايه تجيب البوزيشن الزد اللي تحت دي. يا جماعه عن جد غلطه في الانيميشن، فانت المفروض ان انت بتجيب البوزيشن، لو انت قدرت توصل للبوزيشن فيكتور طبعا تقدر تجيبه. اجيبه منين؟ لو انت عندك اي روبوت حسبت له الدي اتش بتاعته، وبعد ما جبت الدي اتش بتاعته حسبت الاي ماتريكس اللي هي اي واحد واي اتنين واي تلاتة لحد ما تخلصهم كلهم، وتقوم جايب التوتال ترانسفورميشن ماتريكس اللي هي تي ان الزيرو. التي ان الزيرو دي كان اخر فيكتور فيها اللي هو الاربعة في واحد ده، اول تلاتة كومبوننت فيه هما الاكس والواي والزد بتوع المانيبليتر، هما البوزيشن بتاع المانيبليتر. طب وبعدين هات البوزيشن ده بقى، الكومبوننت اللي اسمها اكس اول واحده هتفضلها هنا مره بالنسبه للكيو 1 اللي هو متغير الاولاني، يعني لو الروبوت ده سيتا 1 وسيتا 2 وسيتا 3 يبقى هتقارن الكومبوننت اكس بالنسبه لسيتا 1، وبعد كده تقارن الكومبوننت اكس بالاكس بالنسبه لسيتا 2، وبعد كده كومبوننت اكس بالنسبه لسيتا 3 لحد ما تخلص عدد المتغيرات بتاعتك. خلصتها كلها تنقل على الصف الثاني، الصف الثاني تاخد الكومبوننت بتاعه الواي وتفضلها مره بالنسبه لسيتا 1 ومره لاثنين ومره لثلاثه ومره لاربعه، خلصتهم ارجع خد بتاعه الزد وفاضلها مره الواحد ومره الاثنين ومره الثلاثه ومره الاربعه. الطريقه دي سهله جدا جدا جدا، يعني بتتجاب اصلا بمجرد النظر للحقيقه. ناخد مثال ونشوف هل الموضوع ده صعب ولا لا. اداك الروبوت اللي هو الار ار، الروبوت بيجي لك فاضي ما فيش عليه اي حاجه، ماشي؟ طبعا هو المساله دي ليها وضعين في الامتحان وده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. انا دلوقتي بحل المساله بغض النظر عن شكلها في الامتحان ايه. فجالي روبوت ار ار وقال لي انا عاوز اعرف الجاكوبيان ماتريكس بتاعتك ايه. اول خطوه على طول ان انت مطلوب منك تجيب الكوردينيتس بتاعتك تحطها. احنا ما نعرفش نشتغل، احنا خدنا المحاضرات اللي فاتت الجزء اللي كان مع دكتور عبد الله كان الغرض منه ان انت تقدر تمثل الراجل ده في الفراغ اصلا زي مثل الروبوت ده. فاول حاجه هتقصين الكوردينيتس بتاعتك، هو الحقيقه حاطط يعني جزء من الكوردينيتس مش كلها يعني، فهنقصين الكوردينيتس بتاعتنا. طب وبعد ما احط الكوردينيتس هحط الدي، هجيب الدي اتش بارامتر، هجيب الدي اتش تيبل، وبعد ما اجيب الدي اتش هات لي بقى كل الاي ماتريكس. يعني لو انت عندك روبوت ده 4 سيتا هات لي الاي 1 والاي 2 والاي 3 والاي 4، 2 سيتا زي اللي قدامك ده هتجيب الاي 1 والاي 2. طب وبعد ما اجيبهم تجيب الترانسفورميشن ماتريكس اللي هي الهوموجينيس ترانسفورميشن ماتريكس اللي هي تي، ماشي؟ فنبدا كده خطوه خطوه. الخطوه الاولى ان انا عملت اساين الكوردينيتس بتاعتي وانا قلت لكم حاطط جزء كبير منها فانا حطيت الباقي. الخطوه رقم 2 ماشي، هحسب الدي اتش. الدي اتش طبعا ما عندناش اختلاف، الدي اتش يا جماعه انت مش هتقدر ابدا ان انت تبقى متمرس فيها وما تغلطش فيها الا لو مرنت نفسك عليها كتير وحلتها بهدوء، يعني ما تحاولش انك تصارع نفسك.
ضيع وقت في ان انت تحسب الدي اتش مش مشكله، لان كل اللي جاي بعد كده حاجه سيستماتيك ومبني عليها. ميزه مسائل الروبوتكس يا جماعه انها سيستماتيك، يعني ما مش هيبقى فيها ابداع، هي خطوات ثابته انت بتمشي عليها، بس كلها معتمده ان انت قدرت تجيب التيبل ده صح. وانت مش هتقدر تجيب التيبل ده صح الا لما تحط الكوردينيتس دي صح. فابذل مجهود ان انت تدرب نفسك على المرحله دي. خلاص انت هفترض ان انت خلاص حد متمكن في المسائل وقدرت الحمد لله ان انت تحط الكوردينيتس، وبالتالي قدرت ان انت تحسب الدي اتش بتاعتك. بعد ما بتجيب الدي اتش هات لي اي 1 واي 2. طبعا هي معاك الماتريكس وانت بتعوض فيها، يعني هتجيب الاي 1 بالنسبه للمتغيرات اللي فوق دي، وبعد كده تجيب اي 2 بالنسبه للمتغيرات دي. في عندك اي اي ماتريكس ثانيه؟ مفيش، هما 2 ديجري اوف فريدم يعني 2 جوينت. عندك تي 1 اللي هي بتاعت اي 1، تي 1 تي 1 تو 0 فهي هي الاي 1. طيب والتي 2 تو 0 هي ده تي 1 تو 0 اللي هي ترانسفورميشن ماتريكس الاولى هي هياها الاي 1، والترانسفورميشن ماتريكس الثانيه اللي هي تي 2 تو 0 هتبقى عباره عن اي 1 في اي 2. حسبتهم وحطيتهم على جنب، دول تجيبهم وانت مغمض عينيك. احنا لسه كده ما بدأناش نحل مساله الجاكوبي. هبدا بقى احل مساله الجاكوبي. الجاكوبيان بتاعي عباره عن نصين، قلنا نبدا بالنص السهل اللي هو جي اوميجا، هما الاثنين سهلين يا جماعه. الجي اوميجا بتاعتي هتتقسم، الجي اوميجا بتاعتي مش هتتقسم بقى المره دي، هجيبها ازاي؟ القانون اللي بيخليني اجيب الجي اوميجا هو ده اسمه، هحطه على جنب كده مش هنساه. الار اي ناقص 1 0 مضروبه في 001. وبعدين هفتح بقى كده ايه قوس اللي هو قوس المصفوفه. هو انت عندك هنا كام ديجري اوف فريدم؟ عندك جوينت واحده 2، يبقى الجاكوبيان ماتريكس بتاعتك اللي هي بتطلع 6 في ان، يعني هتطلع 6 في 2. طيب لما اقسمها نصين هيبقى الجي في عباره عن 3 في 2 والجي اوميجا عباره عن 3 في 2، فالجي اوميجا بتاعتي دي هتبقى 3 في 2. التلاتة اللي هي ان دي اوميجا اكس وهنا اوميجا واي وهنا اوميجا زد، واتنين لان العمود ده بتاع سيتا 1 والعمود ده بتاع سيتا 2. هاجي عند العمود الاولاني بتاع سيتا 1، هاخد القانون ده وهحطه هنا، وهشيل الاي دي واحط مكانها هنا 1. يبقى انا مطلوب مني اجيب الار 0 تو 0، ما هي 1 ناقص 1 0، واضربها في 001 ماشي. وهشيل هنا العمود ده بتاع سيتا 2، هحط مكان الاي 2، يبقى انا عايز اجيب الار 2 ناقص 1 الار 1 تو 0 واضربها في 001 ماشي. قولا واحدا، اول ما تشوف اول جوينت في المانيبوليتور ريفيليوت حط الجي اوميجا بتاعتها 001. ليه؟ لان اصلا الروتيشن ماتريكس يا جماعه ار تو 0 من 0 ل 0 هي عباره عن دياجونال ماتريكس في وحيد، يعني انتوا عارفين كده من الجزء الاولاني يعني. فوانت مغمض عينيك اول ما تيجي تحسب الجي اوميجا لقيت اول جوينت فيه ريفيليوت، شيل العمود بتاعه وحط 001. لقيتها بريزماتيك حط 000 ايا كان مكانها فين، المهم ان اول واحده ريفيليوت مكانها 001 فدي خلصانه. جيت عند الحته الثانيه، عايز انا دلوقتي الماتريكس اللي اسمها ار 2 ار 2 ناقص 1 يبقى ار 1 تو 0. ار 1 0 اجيبها منين؟ من الماتريكس اللي اسمها طبعا دي بتاعت 6 1 دي بتاعت 6 2 زي ما قلت لكم. ار 2 0 اللي هي دي هشيلها 2 ناقص 1 تبقى هي ار 1 0. ار 1 0 بقى اجيبها منين؟ من الماتريكس اللي اسمها اي 1 0 ماشي. هروح اجيب الاي ماتريكس 1 0 اللي انا جايبها في السلايد اللي فاتت هي دي. اعمل ايه دلوقتي؟ اول 3 في 3 فيها هو ده الروتيشن ماتريكس اللي انا بدور عليه. هتاخد العمود بتاعها، سواء انت بتاخد العمود اللي هو 001 ما تاخدش انت تاخد اللي هو العمود 3 في 1، يبقى هو ده العمود اللي انت بتدور عليه. هتشيل الليله دي كده كلها وتحط مكانها 001، يبقى الجاكوبيان جي اوميجا اول عمود حطيت فيه 001 علشان كانت اول جوينت عندي ريفيليوت، فحطيتها وانا مغمض عيني. تاني جوينت بتاعتي هحسبها، هحسبها ازاي؟ هي ار اي ناقص 1 تو 0، رقم الجوينت اللي هو رقم العمود هو العمود التاني، هشيل الاي واحط 2، فبقى المطلوب ان انا اجيب الار بتاعت 1 اللي هي 2 ناقص 1 تبقى 1 ار 1 تو 0. ار 1 تو 0 تيجي من الماتريكس اللي اسمها اي 1 تو 0. جبت الاي ماتريكس 1 تو 0 من الدي اتش اللي فاتت، هاخد العمود ده اللي هو من الماتريكس بتاعت الروتيشن تمام. من هنا جبت الجي اوميجا، خلصت الجي اوميجا. مطلوب بقى مني دلوقتي اجيب الجي في. قلنا الجي في اللي هو الجزء الاولاني لينير فيلوسيتي، روح هات اخر ترانسفورميشن ماتريكس اللي هي بتنقلك من الاند افكتور للاوريجين. طب ودي اجيبها منين؟ السلايد دي يا جماعه اهي، انت عندك ان ده 2 ديجري اوف فريدم،
فالاند افكتور بتاعك اللي هو الماتريكس المعبر عنه ان هي تي 2 تو 0، فهي دي الماتريكس انت بتدور عليها. الماتريكس دي هي دي التوتال ترانسفورميشن ماتريكس، والجزء ده هو ده الفيكتور اللي بيعبر عن البوزيشن بتاع الاند افكتور. يعني النقطه دي كده مكانها هو ده المكان اللي بيعبر عنه. تاخدها زي ما هي كده وتقوم واخدها وحاططها في السلايد دي. رحنا عند الماتريكس اللي هي تي ان تو 0، الان عدد ديجري اوف فريدم، يبقى لو ده 2 هنحط هنا 2، يبقى مطلوب منك تجيب الماتريكس تي ان تو 0. طب افترض ان ده كان 4 ديجري اوف فريدم، يعني في 4 جوينت، يبقى الان بتاعتك ب 4، يبقى الماتريكس اللي اسمها تي 4 تو 0 هي دي اللي انت عاوزها وتاخد اخر عمود فيها. هنا كان 2 ديجري اوف فريدم، فانا روحتها واخدت اخر عمود فيها، ماشي. اخر عمود ده اللي هو الجزء الاولاني بس اللي باخده. الكومبوننت الاولانيه هي الاكس، الكومبوننت الثانيه هي الواي، الكومبوننت الثالثه هي الزد. هعمل ايه دلوقتي؟ تاخد هو ده انا نقلته هو تاني، مطلوب منك فاضل الاولاني بالنسبه للاكس، ماشي. طب خلينا كده نشوف الكومبوننت بتاعتنا ونقراها مع بعض. لو انا عاوز افاضل الكومبوننت دي بالنسبه للمتغير الاولاني، انت عندك 2 متغير، سيتا 1 وسيتا 2. النقطه الاولانيه او العنصر الاول في الصف الاول هو عباره عن سيتا 1، هنفاضل المعادله دي اللي هي دي، هفاضلها بالنسبه للمتغير الاولاني سيتا 1، هتبقى عباره عن ايه؟ سالب a 1 ساين سيتا 1 ناقص a 2 ساين 1 2. حلو كده، انت فاضلت الاكس بالنسبه للمتغير الاولاني سيتا 1، فاضلها بقى تاني بالنسبه للمتغير التاني اللي هو سيتا 2، وتحطها في العمود بتاع سيتا 2. الجزء الاولاني a 1 c 1 هيبقى بصفر، مفيش فيه المتغير بتاعي. الجزء التاني هيبقى ناقص a 2 s 1 2. اللي مش متاكد يا جماعه ان كوزين مجموع الزاويتين لما تتفاضل تبقى على طول ساين مجموع الزاويتين مع الاحتفاظ بالاشاره السالب، ممكن تفرطها اللي هو ان كوزين بتساوي القانون بتاعها اللي هو ساين ساين كوزين كوزين مع قلب الاشاره، وتجرب براحتك. لكن احنا بنقول لك الخلاصه الخالصه سي 1 2 فاضلها ناقص ساين 1 2 والعكس، بس بتشيل السالب. طيب انا كده فاضلت النقطه الاولانيه، هاخد الواي وهفاضلها نفس الحكايه، تفاضلها بالنسبه لي سيتا 1 تبقى ناقص a 1 c 1، مش ناقص سوري زائد، يبقى a 1 c 1. والحته الثانيه اللي هي جزء اللي بعد الزائد هيبقى زائد a 2 c 1 2. خد المعادله دي وفاضلها بالنسبه للمتغير الثاني وحطها في مكانها. الحته الاولانيه بصفر اللي هي a 1 s 1، الحته الثانيه هتبقى ب a 2 c 1 2. بعد كده خد الزد وفاضلها، طبعا هتطلع صفر صفر، وانت اصلا مغمض عينيك هتروح عند الجزء بتاع الدوران اللي هو الحركه الخطيه في الزد بصفر، هو بلانر يعني ما بيتحركش في الزد اصلا. نشوف كده تاني اهو، ادي الجاكوبيان ماتريكس طلعت اهي. خدت الجزء ده فضلته مره بالنسبه للاكس لسيتا 1 وحطيته هنا، واخدته مره وفضلته بالنسبه لسيتا 2 وحطيته هنا. بعد كده خدت الصف ده بالنسبه لسيتا 1 فضلته وحطيته هنا، وبالنسبه لسيتا 2 فضلته وحطيته هنا، وبعد كده الصفر فضلته بالنسبه لسيتا 1 هنا وبالنسبه لسيتا 2 هنا. خلصت انت كده، جبت انت جي اوميجا وجي في. اخر خطوه حضرتك تحطهم لي فوق بعض، ادي الجزء الاولاني كان الجي في اللي هو اخر حاجه انت حليتها، هو الجزء الاولاني وده الجزء الثاني. طبعا انت حر تبدا بالجي في او تبدا بالجي اوميجا، انت حر. يعني انا ببدا بس الشرح بالجي اوميجا لان بحس ان هو الى حد ما مقبول شويه. اذا مساله جاكوبيان يا جماعه دايما هي مقترنه بمساله دي اتش او الفورورد كاينماتكس، ففي الامتحان في الغالب بتبقى يعني تبقى بتدرب نفسك على ان توقع في مساله الفورورد كاينماتكس ان انا اخليك تكمل وراها الجاكوبيان، او ان انا اجيب لك مساله الجاكوبيان من الالف للياء، ان انا اقول لك من الاول خالص هات لي الدي اتش. هنا باكد على حضرتك ان المانيبيليتورز بتاعتك ما فيهاش جديد، يعني الاشكال ثابته، يعني مش اشكال ثابته، اللي هو الكومن ارنجمنت بتاعتك معروفه الى حد كبير. فلو حضرتك خدت الشيت بتاع الفورورد كاينماتكس، وفعلا انت هتلاقي ان الشيت بتاع الجاكوبيان اللي هينزل لكم على الموقع ان شاء الله، هتلاقي ان المسائل اللي موجوده فيه هي المسائل اللي انت خدتها في الفورورد كاينماتكس، بنكمل عليها. فعشان كده تعرف ان الجزء بتاعي اللي هو جزء المحاضرات بتاعي هو بيكمل على الجزء اللي فات، او بمعنى اصح بيعرفك كان ايه فايده الجزء اللي فات. وبعد ما انا اخلص الجزء بتاعي هنرجع تاني للبلوك دايجرام اللي احنا بدانا بيه الكورس، ونشوف هل بقت عندنا القدرة ان انا اقفل الكلوز لوب واعمل كنترول سيستم على روبوت، ولا مازلت عاجز وفي حاجة انا مش قادر اعملها.
يبقى هنا في المحاضره بتاعه النهارده انت اتعلمت ازاي تقدر تربط ما بين السرعه بتاعه الاند افكتور وما بين السرعه بتاعه الجوينتس. هل الموضوع ده ليه اهميه ولا لا؟ بالطبع ليه اهميه. انا مش عايز اخلي الروبوت يروح عند مكان معين بس بالكنترول ده، انا عايزاه يروح عند مكان معين وبسرعه معينه. الجاكوبيان ماتريكس بتاعتي هي عباره عن ماتريكس 6 في ان، الان ده عدد الديجري اوف فريدم بتاعتي. الجاكوبيان ماتريكس بتقسم لنصين، لينير جاكوبيان وانجلر جاكوبيان. اللينير جاكوبيان كلام اللي انا بقولك بالبق ده انا اوريدي ملخصاه اهو. اللينير جاكوبيان بتاعي حاجه من اتنين، اما ان انت بتتكلم عن بريزماتيك جوينت ففي الحاله دي هو بيتكون من القانون ده، ان انت هتجيب الروتيشن ماتريكس اللي خاصه بالجوينت بتاعتك اللي انت بتتكلم عنها. لو انت عند جوينت رقم واحد هتجيب الروتيشن ماتريكس بتاعت جوينت رقم واحد، لو انت عند اتنين يبقى عند جوينت اتنين، عند تلاته جوينت تلاته. بس تاخد في بالك ان الاي هو رقم الجوينت، فلو هي جوينت اتنين يبقى انت عايز الروتيشن ماتريكس بتاعت ار واحد تو زيرو، لو هي جوينت تلاته يبقى انا عايز الروتيشن ماتريكس بتاعت ار اتنين تو زيرو. ليه؟ لان انت بتجيب بتاعت الفريم. ماشي، هنا يطلع عندك عمود. لو كانت ريفيليو جوينت فعند حضرتك القانون بيكبر شويه. بالمناسبه الحسبه دي يا جماعه دي كروس برودكت، فان شاء الله المحاضره اللي جايه وانا بحل مسائل معاكم هوريك ازاي ممكن تحسب بالكروس برودكت مش بالطريقه اللي انا بجيبها. يعني كروس برودكت ليها يعني في طريقه التفاضل، دي الطريقه السهله. الكروس برودكت برضو مش صعب ولا حاجه، بس يعني من تجربتي مع الناس في ناس مش بتحب ان هو تستخدمه يعني، فانت ممكن تجيبه بالكروس برودكت لو هو الريفيليوت جوينت. بالنسبه بقى للجي اوميجا دي الطريقه الاولانيه، بالنسبه للجي اوميجا بتاعتك ف يعني الجزء الاول الجي في ده خلينا متفقين ان المكتوب ده مش اللي احنا استخدمناه في حل المساله بتاعه الار ار، ده لسه ان شاء الله لما اديكم سؤال المره الجايه هوريك ممكن تستخدمه ازاي، بس هو انا لا افضله تماما، وانا افضل انتوا في المرحله اللي احنا فيها دي نستخدم الطريقه بتاعه التفاضل اللي انا برضو لسه كاتباها. يعني الجزء بقى بتاع جي اوميجا ده احنا ما بنختلفش عليه. لو هي بريزماتيك جوينت ايا كان مكانها روح عند مكانها وحط 3 اصفار، ماشي، ده في الجزء بتاع الجي اوميجا. طب لو هي كانت ريفيليو جوينت هتروح عند المكان بتاعها وتجيب لنا الحسبه دي، يعني شوف رقم الجوينت كام وتروح تحط رقم الجوينت مكان الاي، فتطرح بعد كده منها واحد وتجيب الروتيشن ماتريكس المعبره عنها. لو الجوينت بتاعتك رقم 6 يبقى تحط هنا 6، يبقى 6 ناقص 1 5، يبقى الماتريكس اللي انت عاوز تجيبها هي الروتيشن ماتريكس اللي اسمها ار 5 تو 0، وروح خد اخر عمود في الروتيشن ماتريكس دي. الروتيشن ماتريكس اللي اسمها ار 5 تو 0 بنجيبها من الماتريكس A 5 to 0، وهنحل مسائل كتير ان شاء الله المره اللي جايه. الجي في زي ما قلت لكم ممكن يتجاب بطريقه التفاضل، ودي طريقه سهله قوي قوي قوي، ان انت بتشوف التوتال ترانسفورميشن ماتريكس بتاعتك كانت كام. لو الروبوت ده 5 ديجري اوف فريدم يبقى انت مطلوب انك تجيب الترانسفورميشن ماتريكس اللي اسمها T 5 to 0، ماشي. لو هو 4 ديجري اوف فريدم عايزين الترانسفورميشن ماتريكس اللي اسمها 4 to 0، وبعد ما اجيبها روح خد اخر عمود فيها الكومبوننت اللي فوق اللي هي اسمها اكس واي وزد. مره هتفاضلها بالنسبه للمتغير الاولاني، بعد كده الثاني للثالث، بعد كده تاخد الواي وتفاضلها للاول والثاني والثالث اند سو اون. الجي اوميجا طبعا بنفس الحسبه اللي فاتت ما غيرتش فيها حاجه. ديت سمرايز لخطوه الحل بتاعت مساله الجاكوبيان لو جات لك في الامتحان باستخدام الطريقه الثانيه. رقم واحد بفكرك اهو تاني، هتاساين الكوردينيت على الروبوت ارم. المره الجايه هنحل مسائل على طول يا جماعه ان شاء الله، فهنا هاساين الكوردينيت على الروبوت ارم بتاعي. رقم 2 اجيب الدي اتش تيبل للروبوت بتاعي. رقم 3 هجيب الترانسفورميشن ماتريكس بتاعتي، اجيب الاول الاي 1 والاي 2 والاي 3 لحد الاي ان، وبعد كده اجيب التي ان من ان ل 0 وبعد كده من ان ناقص 1 اللي هي الترانسفورميشن ماتريكس، اللي هي لو انا مثلا عايز اجيب التي 3 تو 0 يبقى الاي 1 في الاي 2 في الاي 3 اند سو اون. بعد كده رقم 4 هجيب الجي اوميجا. الجي اوميجا لو اللي هي بريزماتيك زي ما قلت بحطها 3 اصفار، لو هي ريفيليوت لاول ريفيليوت، لو اول ريفيليوت في لو اول روبوت اول حاجه في الروبوت كانت ريفيليوت بحطها 001، لو ما كانتش اول واحده قدامك ريفيليوت ما نفتيش يا جماعه، على طول نروح نحط القانون اجيب الار اي ناقص 1 مضروبه في 001، وانا قلت عدتها كذا مره ازاي بجيب الار اي. بعد ما بجيبها ابدا اجهز الجي في بتاعتي. الجي في بتاعي اللي انا قلت بجيبه من اخر عمود موجود في التي ان وفضله ولسه شرحها في السلايد اللي فاتت. دي خطوه الحل لمساله الجاكوبيان من فروم A تو زد. اللي بيفرق عنها بس ان ممكن في الامتحان
انا ابدا لحضرتك على طول واديك الدي اتش بتاعتك. يعني ممكن تحصل اجيب لك مساله والدي اتش جاهزه واطلب منك على طول الجاكوبيان، وممكن لا اعمل لك السؤال فيه الحاجتين، اسالك عن الدي اتش وبالتالي اخليك تجيب، قصدي يعني اسالك على الجاكوبيان واخليك كده تضطر انك تجيب الدي اتش. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم مع بعض على مجموعه من المسائل هنقعد نحل فيها موضوع الجاكوبيان ونتدرب عليه كويس جدا جدا. اتمنى الناس تكون قرت المحاضره ويا ريت سمعتها، هبعتها لكم ان شاء الله على الموقع. بس نحاول ان احنا ما نركنش الحاجه يا جماعه، علشان ايه؟ اول باول كده نلحق نخلص اللي ورانا. وبالتوفيق ان شاء الله.